وكل هذا ونحن نتحدث عن قراءة القرآن ولم نتحدث عن حفظه، فقراءته شيء بالورد اليومي، ومراجعته وأنت تستلذ بنعيم عظيم من ملذات الدنيا أنك تتنقل بين آية وأخرى، تقرأ من القرآن ما تشاء وتنتقل إلى ما تشاء بمن من الله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك من أهل القرآن. وفي الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تاج الوقار حرسته وملكته. نعيم آخر، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالناس في واد عم يحكوا سياسة، عم يحكوا مال، عم يحكوا الدولار، عم يحكوا كذا، وأهل القرآن في واد عم بيحكوا بكلام الله سبحانه وتعالى، برسائل من ملك الملوك إليهم مباشرة، بطمأنينة من سابع سماء تنزل عليهم. وهذا أمر من الله يختص برحمته من يشاء. قد عاهد الحفاظ رب صادق.